انا زنانة. سناء يونس قبل ما يفوت الاوان عقلك في راسك. بتستقر ايه يا بنت يا بهانة؟ يا الف نهار ابيض، دخلت نحو الامية؟ دي النشر اللي جوه علبة الحبوب، الدكتور قال لي لازم اقراها الاول. ترى ايه يا بنت؟ هاتي وانا اقول لك اللي فيها. هاتي يا اخت ايهان. ذهب عمر الى الحقر. الغيب الغيب الغيب. استني يا خاله ام سيد، ما تفتيش فيه يا اختي. وده طلع منين؟ ده راخ. كل حاجه مكتوبه هنا في النشره دي. هي الدكاتره حاطه نقراها من نقري ليه؟ حتى الحبوب عامل لها نشر عشان ما اعرفش اتبحبح في الكلام شويه. قبل ما تستعملي الحبوب اقري الكلام المكتوب.